كما دشن فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة البيضاء العمل التنظيمي للعام الجاري، وأكد أعضاؤه مواصلة الصمود في وجه العدوان. تواصلوا للاجتماعات التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء دشن اليوم بمديرية صباح العمل التنظيمي للعام 2017. وفي اللقاء التنظيمي الموسع الذي عقد بمركز المديرية بحضور قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عبر الجميع عن فخرهم واعتزازهم بانتمائهم للمؤتمر الشعبي العام الرائد بوطنيته وسمو أهدافه ومبادئه ووقوفه الدائم مع الوطن وتقديم التنازلات تلو التنازلات خير دليل، في حين قدمت قوى التطرف التنازلات عن الوطن بحثا عن الارتزاق وتدمير المنجزات التي شهدتها ربوع الوطن في تاريخ مشرق للمؤتمر الشعبي العام. نحب نؤكد أن المؤتمر الشعبي العام رغم ما مر عليه من 2011 إلى اليوم من إعصار، من تآمرات داخلية وخارجية، وأرادوا جميعا اجتثاث المؤتمر الشعبي العام ابتداء بقيادته التاريخية المناضل الجسور المشير علي عبد الله صالح، وكل القيادات الجيدة الثابتة في الوطن، ولم أقل القيادات التي فرت وهربت وتآمرت على المؤتمر الشعبي العام. المؤتمر الشعبي العام قوي بكم يا قواعد المؤتمر الشعبي. إن كنا قصرنا نحن في القيادات، سواء في قيادة المحافظة أو في قيادة المديرية، فأنتم يا قواعد المؤتمر الشعبي العام أنتم القاعدة الصلبة للمؤتمر الشعبي العام. اللقاء التنظيمي يأتي في ظل ظروف صعبة ومرحلة استثنائية يتعرض فيها الوطن لعدوان همجي لغو الشر وأعداء الإنسانية. رغم التحديات من الداخل والخارج لم نهتز ولم ننحني لأي جهة، وثابتين ثبوت الجبال الراسية للمؤتمر وحبنا كله أو انتمائنا للمؤتمر لا هو لأجل أي شيء، وأن ما ذي دخل والمؤتمر سقطوا في 2011 للمصالح. تآمر، قتل، تنكيل، إبادة جماعية، لكن هناك رجال، هناك ثبتوا، هناك قيادات تحملت هم الأمة، هم الوطن، ممثلة برئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح. البند هذا يقول إذا كان العمل الوطني واجب مقدس فإن العمل في القوات المسلحة من أقدس الواجبات. فإحنا لا ننتظر أنه خلاص يقدم في القوات المسلحة، قدم خلاص أخذوا أقدس الواجبات، وإحنا نحرم من هذا الشرف. لكن يجب أن ندفع بشبابنا وبأنفسنا لرفض الجبهات في الدفاع عن الوطن وعن الكرامة وعن الأرض والعرض. تظل انتصارات الجيش واللجان حاضرة في كل الفعاليات، والتأكيد على رفض الجبهات لكسر الزحوفات والصمود في وجه العدوان لأعوام. عبد العزيز الملجمي، اليمن اليوم، محافظة البيضاء.